فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أردت العمرة من الرياض ولكن لدي عمل أنجزه في جدة لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر، يقول: فمن أين أحرم؟ تحرم من الميقات وتؤدي العمرة في طريقك إلى جدة، تؤدي العمرة تحلل واذهب إلى جدة. وإذا كنت تقول ما يمدينا أخذ العمرة، تبقى في إحرامك، تروح الجدة وتشتغل وأنت محرم، ولو أيام تحرم لابد من الميقات. ولو تعديته بدون إحرام ثم أردت أن تحرم، لابد أن ترجع إليه، ترجع إلى الميقات الذي تعديته. نعم. انتهى.